النادي الاهلي اللي كان عمل مباراه كبيره قوي، ورامي ربيعه اللي الناس دايما منتظراه بالمستوى ده. يا رامي الف مليون مبروك، ماتش عالمي، ماتش عالمي النهارده. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الواحد كان مركز قوي انه يعمل بصمه في النادي الاهلي في كاس العالم بالذات، لان انا ما كنتش متواجد السنه اللي فاتت لاسباب فنيه. النادي الاهلي علمني ان انا احترم والتزم القوانين وما اتكلمش طبعا، لان الواحد يدوس على نفسه، وتربيت اللي في الاهلي ان انا ادوس على نفسي وارجع نفسي تاني، وحتى لو الغلط مش من عندي بس هركب لنفسي الغلط وادوس على نفسي. الحمد لله الحمد لله، ربنا كان حاسس بيا قوي 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 ان انا ادوس على نفسي، وان انا استحمل انتقادات، واستحمل ان انا بره النادي، واستحمل ان انا مش موجود، واستحمل ان مستواي نزل. كل ده كنت بتقبله وبسمعه عادي، ما عنديش مشكله فيه، لان النادي الاهلي علمني ان مهما كان القرار العيب يبقى فيا انا، وهجيب العيب فيا انا كان فعلا مستواي كان وحش، ما عنديش مشكله خالص. فاثبت ان انا موجود، واثبت ان انا كنت عايز اعمل بصمه في كاس العالم. الحمد لله ما كنتش مصدق طبعا ان انا اخد احسن لاعب، بس كنت مركز قوي قوي انا وزمايلي النهارده ان احنا نكسب، مش فريقي خالص ان انا اخد احسن لاعب، لان مش انا اللي باخد احسن لاعب، الفرقه كلها اللي بتبقى هي اللي انت شايف مجهودها. اللعيبه كلها كانت بترمي نفسها قدام الكوره، اللعيبه كلها كانت رجاله، اللعيبه كلها مش فريق. يعني واحد زي قفشه بيلعب في نص الملعب، يعني موت نفسه في نص الملعب وبيضغط وبيعمل كل حاجه. انا قصدي ان ما فيش حد فريق له بوزيشن، كله بيلعب وكله راجل وكله واقف قدام الكوره. فالحمد لله الحمد لله كان مجهودنا بالنجاح. وانا بالنسبه لي لعبت مونتيرو مرتين ودي الثالثه ليا، خسرت المرتين، خسرت 2-0، وقلت في المؤتمر الكلام ده، ان انا خسرت مره 2-0 في اليابان ومره 5-1 في المغرب، فكان كلامي ان انا لازم اكسب المره دي زي ما بيقولوا كده ثالثه ثابته. الحمد لله ربنا عوضني، والحمد لله كان المكسب بطعم حلو، لان جمهور الاهلي كان جنبنا ومساندنا، وكان مش محسسنا ان انت في بلد غريبه، بالعكس انت في الامارات تحس ان انت في بلدك. السؤال ده لازم اسأله لكل كباتن فريق الاهلي. انت كابتن من كباتن الفريق، وكان عليك دور وعبء كبير قبل المباراه في التحضير النفسي ليها. قلت ايه للعيبه في ظل الغيابات الكتير والظروف الكتيره اللي طبعا كلنا عارفينها اللي تعرض ليها النادي الاهلي مؤخرا؟ يعني الغيابات طبعا مؤثره جدا، واللعيبه طبعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لعيبه المنتخب تفرحنا وترجع بالكاس، لان هم فعلا لعيبه رجاله ويستحقوا، وهم بيشرفونا. وبجد احنا بنتفرج على الماتش، لو انت بتشوفنا في الاوضه كلنا بيبقى صوتنا عالي لما مع جون ولا ضربات جزاء، فربنا يكرمهم ويرجعوا لنا اهم حاجه سلام، ومفرحينا ان شاء الله ويكسبوا ويفرحوا مصر كلها. كلامي او مش كلامي انا بس، اللعيبه كلها كانت حاسه بالمسؤوليه اللي كانت عليها، لان اللعيبه كلها لعبت كاس عالم، فاللعيبه كلها كانت شايفه ان اول ماتش هو العنق الزجاجه بتاعنا، لازم كنا نكسب ولازم كنا نطلع اللي عندنا ونموت على الكوره النهارده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدرنا نعمل ده وقدرنا نكسب، وكانت النتيجه كويسه الحمد لله. انتصار مهم بس الطموح ما اتحققش صح؟ لسه بدري لسه بدري، لازم ننسى بقى المباراه دي خلاص، نقفل على نفسنا ونحاول نركز في المباراه الجايه ونثبت نفسنا اكتر ان شاء الله. فرحة حلوة مفيش شك، كل حاجة حلوة، ولكن خلوني أرحب بالنجم الكبير كابتن عادل طعيمة. ازيك يا كابتن عادل؟ وألف مبروك. ألف مليون مبروك. ألف مبروك عليك وعلى كل جمهور النادي الأهلي، حاجة جميلة جدا والفرحة حلوة يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم أقول إن في سيمفونية من عائلة الأهلي، سيمفونية وطنية، بداية من مجلس الإدارة بقيادة كابتن محمود ومعاه كابتن حسام غالي، ثم لجنة التخطيط، ثم الجهاز الفني، ثم اللعيبة اللي بيثبتوا ان النادي الاهلي فعلا فريق متكامل، مفيش اساسي ومفيش احتياطي. المنظومة لما يطلع كابتن من شهر ويقول ان انا المنتخب اولا، دي رسالة وطنية. الخطورة واللي حضرتك اتكلمت عليها من البداية، النادي الاهلي لا قدر الله لو راح النهاردة وكانت النتيجة كبيرة، مين اللي كان يتحمل هذا الوزر؟ كان الناس المتربصين هيتجهوا على طول للإدارة وللجهاز الفني وللعيبة. لكن عائلة الأهلي دايما طول ما هي متكاتفة وبتتقي الله وعارفة إنها مبادئها هي اللي بتجيب لها البطولات. أيوه. فالمبدأ بتاعي إن أنا ما بفكرش في نفسي، أنا بفكر في بلدي نمرة واحد، ثم بفكر في النادي بتاعي، رغم ان انا في مهمه رسميه تحمل اسم افريقيا واللي بيمثلها النادي الاهلي. وبالتالي ربنا كافئنا النهارده بالاداء الرائع من الجهاز الفني ومن اللعيبه ومن الاداره. الاداره ما هربتش، الاداره موجوده مع الفريق. كابتن الخطيب راح استقبلهم وهم طالعين الاتوبيس علشان يروحوا للملعب. كل الامور دي
يعني امور بتقول ان النادي الاهلي كبير بمبادئه وبقيمه طبعا، وقبل ده وده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم بجهد الاداره، ثم بجهد الجهاز الفني اللي ما بيسمعش لكل ما بيقال، هيمشي هيقعد، ده ما بيفهمش، ده ما بيعرفش، وبيحاولوا ينالوا من النادي الاهلي من طريق موسيماني. انا بضرب في موسيماني علشان الاداره تمشيه، فطبعا متى ما انت مشيت المدير الفني طبعا ده مش هيحصل، لان الاداره على طول بتبقى واقفه مع المدير الفني لنهايه المشوار بتاعه. النهارده السيمفونيه دي اللي اتعملت معجزه من عند ربنا سبحانه وتعالى. انت النهارده بتلعب الديفندر قفشه، حد يتخيل كده؟ يعني قفشه مع ديانج، مع ولد لسه صغير المغربي، مع ولاد كانوا طالعين من كورونا، مع 14 15 مش عايز اعيد الكلام اللي اتقال من اول الحلقه. لكن الراجل الحقيقه النهارده كابتن لعب بشكل، انا كراجل يعني بشتغل في المهنه دي بقالي فتره كبيره، الراجل لعب بطريقه متوازنه دفاعيا وهجوميا، بيدافع كويس قوي وبيهاجم كويس قوي. بتبص تلاقي حسين الشحات بيسقط مع هاني، وبتلاقي عبد القادر بيسقط مع علي معلول، ومجرد الكره ما بتتاخد هو عارف ان الباكين عندهم فيهم ضعف وفيهم ثغرات، بيخلي طاهر ما بيستلمش من العمق، بيستلم من ورا الظاهرين، وبعدين بيقف عليها لحد لما حسين الشحات يجيله، زي ما احنا شفنا الكره اللي لعبها لحسين الشحات، وطبعا كانت انفراد وضاعت، وطاهر في كورتين يعني انت في خلال ربع ساعه كان ممكن تجيب اربع تجوال مظبوط في الشوط الاولاني. فالراجل لعب بطريقه متوازنه جدا ما بين الدفاع وما بين الهجوم، وده اللي انا كنت بتمناه. يعني يعني لو قبل المباراه كنت اقول نفس الكلام ده، الراجل فكره عالي جدا، ومش انا او اي حد من الاخوه اللي بيحللوا في القنوات الاخرى يعني بيشككوا في قدرات الراجل. قدرات الراجل واخد 3 افريقيا، واخد كام سوبر، واخد بطولات. انا ارجو ان الناس اللي هي كانت بتحاول انها تنال من النادي الاهلي من خلال موسيماني يعني تسترجع كلامها، لانه المنظومه بتاعت النادي الاهلي تفوقت على 3 اتحادات، اللجنه اللي كانت بتدير، ثم الاتحاد الافريقي، ثم الفيفا. الثلاثه الحقيقه ما رعوش ابدا حته النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي رايح بيمثل بطوله الجمهور كله متشوق ليها. احنا شفنا النهارده الجمهور ما فيش كرسي فاضي، ده نتيجه ثقه في جمهور النادي الاهلي في اللعيبه. ايوه، ولو النهارده في 11 ولد صغير موجودين، جمهور النادي الاهلي عنده الثقه ان الولاد دول هيأدوا بنفس القوه وبنفس الاداء. طيب حضرتك شفت المباراه من كل الاتجاهات، وقعدنا اتفرجنا عليها وشفنا قد ايه النادي الاهلي بمن حضر زي ما دايما بيتقال، هذه المقوله اللي تم تطبيقها النهارده حرفيا. ولكن حضرتك مدير فني كبير وقدير ولك تجارب كبيره جدا وكثيره جدا، لو عندك 14 لعيب غايبين عندك هتعمل ايه؟ هعمل العمل وموسيماني اولا في عمليه التحضير. ايوه، الى جانب الراجل ده يعني انا بقول انه اهلاوي جامد قوي. اولا ما اشتكاش، ما قالش ان انا عندي مشكله، ما قالش ان انا عندي مشكله، قال ان انا رايح وانا عندي رجاله وعندي اداء فني انا هاديه. ف الكلام والتصريحات بتاعته اثرت جدا في اللعيبه كناحيه نفسيه قبل ما تكون ناحيه اخرى. الحته الثانيه الجانب البدني، هو لقى الاصابات بيبقى اصابات كثيره جدا، حاول ان هو في خلال كاس الرابطه انه يحافظ على اللعيبه بحيث ان هو ما يشركش ويجهد اللعيبه اللي هي بيفكر ان هو يلعبها، لكن ابتدى يديلها فترات معينه بحيث انه يحافظ على اللياقه البدنيه بتاعتهم. الحاجه الثانيه واللي كانت الناس احيانا بتؤاخذ موسيماني عليها، ان ادى فتره راحه 12 يوم، ودي بيعتبروها فتره كبيره. المدير الفني ده راجل انا بعتبره زي الطبيب. الطبيب ممكن انت تروح بيديلك دواء، هل ممكن
بتاخد الدواء كله مره واحده ولا بيدي لك الدواء خلال كل 8 ساعات بتاخد الحاجه ديت. وكذلك علم التدريب بيقول ان انا اللعيب اللي ما الفرقه اللي ما خدتش لعيبه مجهده من السنه اللي فاتت. نعم. وما حضرتك قلنا الكلام ده، تشيلسي والمان سيتي لعبوا 61 مباراه وتشيلسي لعب 59 مباراه، احنا لاعبين حاجه و70 مباراه وفي لعيبه عدت ال 90 مباراه. مظبوط. فلعيبه مجهده جدا، كان لابد ان هو يدي فتره الراحه ديت، ودي اللي بانت النهارده من خلال الاداء. النهارده علي معلول راجع من تونس، النهارده عمل 75 متر رايح جاي، الى جانب التركيز، الجانب الحته اللي ما حدش اتكلم فيها، الراجل بيبدا من تحت مع الضغط مع القوه البدنيه. مزبوط. مع السرعه بيبدا علي معلول بيبدا من تحت. أي. ساعات يمكن في البدايه كان بيبقى قلقان شويه فكان بيشوطها. نعم. انما لما ابتدى الامور بقى نضيع فرص ابتدت الثقه واحده واحده. انما الحقيقه الراجل فكره عالي جدا، ادى بشكل رائع، وابتدى حسين الشحات كان بيسقطه زي ما انا قلت، و احمد عبد القادر بيسقطه، وبعدين بمجرد احمد عبد القادر ما بيروح على طول حسين الشحات بيتقدم، طاهر بيروح مكانه بتتلعب له، بيروح دائما داخل لجوه لحد لما تبص ده علي معلول راح وهاني راح. الجول اللي احنا جبناه ما هياش صدفه، دي جمله متكرره وهجمه مرتده معموله واللعيبه متمرنه عليها، او على الاقل اللعيبه محفظها حتى على السبوره انت هتعمل ايه لما الكره انت تمسكها. يا عبد القادر خدها وابتدي اتقل عليها شويه او استنى شويه، اسند مع ديانج، اسند مع قفشه، وقفشه يعملها الناحيه الثانيه وهكذا. الجول اللي جه من علي معلول، احمد عبد القادر ضرب ثلاث لاعبين بباصه واحده، يعني علي معلول اداها له في ثلاثه، بدل ما اداها له في رجليه اداها له بين الاثنين بعد الاثنين، فضرب كل الثلاثه بباصه واحده. يعني لو المخرج بتاعنا يعيدها هتبص تلاقي ضرب ثلاث لعيبه من مونتيري بباصه واحده. لما علي معلول راح لقينا ست لعيبه فانيلا حمراء داخل منطقه ال 18. هاني في الوقت ده، يعني انت في الشوط الثاني، نعم، هاني المفروض كان لو انا بعقليه المدافع يعني لو شفنا الباصه بتاعت احمد عبد القادر من هي كانت اتفضل شوف هو رايح له، وبعدين قفشه شوف رايح فين، رايح ما بين السردباكين، وبعدين حسين الشحات، طاهر، محمد طاهر، الباصه باصه واحده ضربت ثلاث لعيبه، لعيبه جامده جدا، وفريق المكسيك عارفين احنا دايما المكسيك من الفرق القويه جدا ودول ابطال المكسيك، فطبعا طبعا يعني فطبعا الثقه. وبعدين الكره ما عليتش برده يا كابتن من هاني وهو بيشوط، لان هاني يعني بيشوط كويس، ومن النوع اللي هو يعني لما الكره بتيجي بالطب وبتعلى شويه ما بيستناهاش لما بتعلى قوي، لو عليت قوي هيضطر ان هو ياخدها من تحت هتعلى هتروح في المدرج. طيب. انما لما عملت الباندا خدها وهي لسه ما طلعت ما عليتش، فما عليتش منه قوي، ما عليتش منه، خدها بوش الجزمه، فطبعا دخلت توفيق ربنا حاجه جميله جدا. طيب خلينا نطلع نشوف ماذا قال طاهر محمد طاهر عن هذه المباراه، وناخد بريك ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، يعني كل الكواليس وكل الاخبار بعد انتهاء مباراه الاهلي ومونتري. معايا احد نجوم المباراه واللي يعني النهارده لعب في مكان يعتبر مش في مكانه لكن عمل مباراه كبيره جدا. طاهر الف مليون مبروك. الله يبارك فيك والف مبروك لجماهير النادي الاهلي. زي ما قلت لك يعني احنا كنا جايين هنا بنقص عدد كتير من اللعيبه، بس احنا كنا جايين مركزين جدا ان احنا نعمل حاجه احسن من السنه اللي فاتت، يعني حتى مهما كانت الظروف ايه. والنهارده قدرنا ان احنا يعني نكسب اول ماتش، يعني مباراه كانت صعبه والحمد لله كان في دعم جماهيري كبير جدا في الاستاد، يعني مش متعودين عليه في كاس عالم انديه نشوف العدد الكبير ده من النادي الاهلي موجود. فبشكر طبعا يعني كل زمايلي والجهاز الفني والاداره وكل الناس يعني على دعمهم معنا في الماتش بتاع النهارده.
مكان مختلف شويه، مهاجم بس اديت بشكل ممتاز. لاحظت انا كمان وانا بتابع المباراه من المدرجات كل كره مشتركه عاليه انت بتكسبها ما شاء الله. الحمد لله، يعني هو يعني وظفوني في المكان ده عشان الاصابات وكده، والحمد لله يعني ان انا قدرت ادي بشكل كويس، وكلنا يعني بنلعب في اي مركز، ما فيش حاجه معينه، اي حد هيتوظف اي حته هينزل وهيأدي، يعني لو كان حد غيري برضو كان هيأدي بنفس الصوره. هي بس الفكره ان احنا داخلين بروح عاليه جدا ومركزين تركيز عالي جدا، عشان احنا فعلا يعني مش جايين ان احنا مثلا نلعب على ثالث ورابع تاني، لا احنا عايزين يعني الطموح يبقى اكبر من كده، وان احنا ان شاء الله نلعب نهائي. بس احنا فعلا ما حسيناش النهارده ان الاهلي بدون مهاجم، يعني ما عندناش غيابات في المهاجمين. انت ما شاء الله عملت مباراه كبيره جدا في المركز ده، هل لعبت في المركز ده قبل كده مثلا يا طاهر؟ انا كنت توظفت في المركز ده قبل كده، يعني كان كابتن حسن شحاته في المقاولين وظفني في المركز ده قبل كده، ويعني متعود عليه. يعني طبعا بقالي فتره كبيره ما لعبتوش، بس في التمارين كنت بلعبه وكنت مادي بشكل كويس، فالراجل كان واثق فيا. يعني الماتش الجاي بالميرس كسبناهم السنه اللي فاتت، بس ده ممكن يكون عامل ضغوط كبيره جدا ان احنا كمان لازم نكسب، لان طموحنا نوصل النهائي. بتفكروا في الماتش ده ازاي؟ لا ماتش صعب طبعا، يعني احنا مركزين من دلوقتي ان احنا من بكره ان شاء الله نبدا ندرسهم، وعايزين ناخد اللي احنا عايزينه من الماتش زي ما عملنا النهارده، وهتبقى مباراه طبعا صعبه، يعني هم اكيد خساره زي مباراه السنه اللي فاتت، يعني دي حاجه هم اكيد فاكرينها، واحنا مش هنبص لده، يعني احنا هنبص ان احنا واخدين طريق عايزين نكمله. يعني اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، الحقيقه الفرحه حلوه وكلنا سعداء وكلنا مبسوطين، ولكن الناحيه الفنيه برضو مهمه جدا علشان كل جمهور النادي الاهلي يعرف ماذا فعل بيتسو موسيماني لكي يصل النادي الاهلي للدور قبل النهائي في بطوله كاس العالم للانديه. اولا عمليه التحضير من شهر ونص، عمليه الكورونا من البدايه خالص. امال ايه، مش من امبارح. لا من شهر ونص، ادى اجازه 12 يوم، لعيبه كانت مجهده بقالهم، بس الكل انتقدوا لو حضرتك فاكر الفتره دي. ما يا كابتن اسلام، للاسف دلوقتي بنشوف ناس ما لهاش علاقه خالص لا بالتدريب ولا بالاحمال ولا بالرياضه، وبتطلع تنتقد مدير فني. اللي بنتقد يعني المدير الفني ده المفروض ان انا ما انتقدوش. ده انا المفروض لما اشوف حاجه ينتقد، بس لما يعمل حاجه غلط ينتقد. في ايه؟ في جانب فني، مش في طبعًا ان انا عايز اهده. طبعا يعني طبعًا. هو موسيماني كامل، في مدرب في الدنيا، في انسان في الدنيا كامل. لا طبعا، لكن عنده صفات اراديه وصفات فنيه كتيره جدا. في بعض المباريات بيبقى فيه وضع طبيعي. طبعا احسن طبعًا. مدرب في العالم جوارديولا ما بيغلطش. بيغلط طبعا، بيغلط. كلوب مش بيغلط. ده كلوب في مباراه في كاس عالم في بطوله اوروبا معهوش جول تاني، خسر البطوله في اتلتيكو مدريد في ليفربول نتيجه خطأين، وكان وصل للنهائي صح، ومع ذلك ما جابش جول تاني. اللاعب الاحتياطي كان تسبب في جولين صح. فموسيماني اللي احنا شايفينه من يوم ما جه لحد النهارده كل يوم بيقدم اوراق اعتماد. مظبوط. لما يكون هناك خطا اللي ينتقده لازم يكون راجل فني. طبعا. مش اي حد ينتقده، يعني اصل لما تساب كده كابتن يبقى احنا يعني ما ينفعش ابدا ان انا واحد في مكانه معينه وانا مش صاحب المهنه دي وانتقده لمجرد ان انا بنتقده. صح. فلازم يكون راجل فني يقول لك انا ده غلط في الحاجه الفلانيه. النهارده الراجل بيعزف سمفونية بكامل المواصفات. من شهر ونص ادى الأجازة، دخل على كاس رابطة، ما انفعلش، ما ضغطش على اللعيبة، ابتدى يلعب بمجموعة من الناشئين، ابتدى يشغل شوية، كان في ناس واخدة كورونا، ابتدى يدخله. النهاردة أرى المباراة على الرغم أنه كان مصاب بكورونا، ومع ذلك المحاضرات بتاعته اشتغل بشكل جيد يا كابتن. النهارده بيلعب راجل، بيلعب بتيم، يعني هقول لك ايه، يعني هل قفشه يلعب ديفندر ازاي؟ يعني ملوش اي ميزه في الحته دي خالص.
ديانج النهارده كنت بتبص تلاقيه الى جانب ان هو ديفندر بيروح وبعدين بيغطي هنا وبيغطي هنا. علي معلول النهارده رايح جاي هاني نفس القصه 75 متر. بمناسبه علي معلول يا كابتن، عشان معانا فيديو لطيف كده لكريم علي معلول جميل وليلى عمرو السراي، خلينا نشوف الفيديو حاجه 20 ثانيه كده نشوف فرحه الشباب الصغير والولاد الصغيرين. جميله طبعا، نشوف فرحتهم ونرجع نكمل. كوكو بقى بنتك عمرو، مبروك بنتك مبروك. بعتوا له استنى اشوف ايه. بابي فين؟ بابي عمرو السوليه ازاي؟ ايوه بابي علي معلول ازاي؟ دادي عمرو ازاي؟ يا رب نفرح بكره بعمرو السوليه كمان، وبعد ما فرحنا بعلي معلول النهارده وادائه في النادي الاهلي زي ما حضرتك شايف كريم يعني بيقلد علي معلول وليلى بتقلد عمرو. حاجه جميله وحاجه رائعه. الفرحه جميله يا كابتن طبعا، دايما الانسان المصري طبعا في كل المجالات في الرياضه وفي كل حته فيه المعدن القوي، المعدن الاصيل، لما بتحط في موقف بيثبت جدارته. والنهارده ولادنا العيله بتاعت النادي الاهلي مظبوط يعني تفوقت على كل من حاول ان هو يعرقل مسيرتها بالاداء الرجولي بالاداء الفني، ثم قبل ده وده القرارات والتعليمات اللي كانت بتتقال لجمهور النادي الاهلي ان انا بثق في لاعبتي ونمره واحد ونمره اثنين منتخب بلدي نمره واحد زي ما قال الكابتن خطيب. طبعا منتخب بلدي نمره واحد ثم النادي الاهلي طبعًا. فطبعا دي سيمفونيه ما بيعملهاش في الدنيا دي كلها الا عيله النادي الاهلي. طيب خلينا نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل مع كابتن عادل طعيمه، وعندي بقى لسه علي لطفي بس هنسيبه لحضراتكم في الاخر، علي لطفي وفرحته بعد نهاية المباراة. ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع برضو نسأل كابتن عادل عن المنتخب. بكرة عندنا مباراة هامة جدا لمنتخبنا الوطني في نهائي كأس الأمم الإفريقية، منتخب مصر يلاقي منتخب السنغال، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، قبل برضو ما نروح لمنتخبنا الوطني، الحقيقه النهارده لفت نظري حاجات كتيره جدا بتحصل في النادي الاهلي وغالبا ما بنشوفهاش كتير يعني في حته تانية. بمعنى ان انا شفت مثلا الكابتن حسن حمدي الرئيس واحد من الرؤساء التاريخيين للنادي الاهلي قاعد جنب الكابتن خطيب ومتواجد، يعني الحاجات دي صعب ان احنا نشوفها برضو. لا في النادي الاهلي مش صعب طول عمرها كده يا كابتن. طبعا ده هنوري حضراتكم دلوقتي يعني احتفال الكابتن حسن حمدي بوجود مؤمن زكريا احد نجوم كره القدم المصريه واحد نجوم النادي الاهلي مع كابتن حسن وكابتن شوبير موجود والحاج جمال الجرحي، الجميع الحقيقه، كابتن اسامه حسني، استاذ طارق انديل وكابتن محمود الخطيب طبعا، والاستاذ العمري فاروق، والاستاذ خالد مرتجي، الاستاذ محمد سراج، الاستاذ محمد الجرحي، الكل الحقيقه متواجد لتهنئة الكابتن خطيب زي ما حضراتكم شايفين. حاجات جميلة جدا برضو يا كابتن عادل، وأخلاق وقيم ومبادئ النادي الأهلي بنشوفها في صورة، وده اللي أنا بقوله يا كابتن. العيلة عيلة النادي الأهلي، وكابتن حسن حمدي مع الكابتن الخطيب لما يروح بيدي ليه رسالة للعيبة بيدي لهم رسالة قوية جدا. طبعا أنا جاي وأنا مطمن على الرغم من أنتوا بتلعبوا فرقة كبيرة جدا، ومع ذلك ثقتنا في الله ثم فيكم ليس لها حدود. مظبوط. دي رسالة يعني ولا 100 مدير فني ولا دكتور نفساني يقدر يوصلها. يعني زيارة الكابتن حسن مع الكابتن خطيب ان بروح وانا بلاعب تيم كبير وانا عندي 15 لاعب مش موجودين معايا ما بين اصابات وما بين منتخب. دي رسالة يعني على مدى التاريخ. كل يوم النادي الاهلي بيبعت رسائل للنشأ ان انا مفيش حدود بيني وبين اي حد الا ان انا بشتغل علمي صح، مظبوط، بشتغل تربوي صح، مظبوط، انا وطني، انا راجل بشتغل فني على اعلى مستوى، ما بيهمنيش الكلام اللي بيتقال من ورا ظهري لان انا عندي رساله باديها. الرساله اللي انا باديها اللي عمال بقى يخبط، هو بيخبط في حاجه انا ماليش، انا ماشي صاروخ وهو عمال ماشي بقى باي حاجه تانية بعجله او بتاع. انما انا شوف الارقام والبطولات النادي الاهلي واخدها
وقارنها باي حد في الدول العربيه الموضوع مختلف. او في افريقيا حاجه مختلفه خالص كنادي اهلي. طيب. النهارده نادي الاهلي 7 مرات بيوصل كاس عالم. النهارده ضرب الرقم القياسي اوكلاند عدد المباريات 15. النهارده بقينا 16، الماتش الجاي 17، يبقى احنا عديناهم بماتشين. فدي كلها رسائل ان انا اعمل قول اللي انت عايزه بس انا ماشي في الطريق بتاعي السليم. طيب زي ما حضراتكم شفتوا دي بعض القيم والحاجات اللي بنشوفها. وجود مؤمن زكريا برضو حاجه مهمه جدا وحاجه محترمه جدا. ربنا يشفيه يا رب. ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله. حاجه محترمه جدا ورساله للجميع ان النادي الاهلي ما بيسيبش ولاده ابدا في اي مكان في اي حته. طيب خلينا نروح بقى لمنتخبنا الوطني. احتفلنا النهارده بالنادي الاهلي، يا رب يا رب بكره ان شاء الله يكون مقدر لينا ان احنا نحتفل بمنتخبنا الوطني. كابتن عادل، بكره مباراه مهمه ومباراه صعبه جدا 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 على المنتخب الوطني. شوف يا كابتن، مفيش صعب. ايوه بالنسبه لاي مصري. احنا الحقيقه من بعد نيجيريا وبعدين السودان والماتش الثالث يعني الاداء الاداء ما كانش اللي احنا متوقعينه، نتيجه اخطاء كانت من المدير الفني لانه كان بيلعب في العمليات التشكيل بتاعه. لكن لما عدل وابتدى كل واحد بيلعب في مكانه وابتدت اللعيبه تحس بقيمه ان انا ازاي انا اتغلب من نيجيريا، فدي طبعا كل لعيب ابتدى تاثر فيه، وخاصه محمد صلاح والكباتن الموجودين طبعا. ابتدى الاداء يتفوقوا عن نفسهم في 3 مباريات، والثلاث مباريات فيهم وقت اضافي، وما بين المباراه والمباراه 3 ايام. النقطه بس دي فضل. الوقت الاضافي ده هياثر بكره مع الروح دي ومع القتال ده. ايوه ايوه ومع التحكيم ومع كل حاجه. لا ان شاء الله لا. باذن الله لا، لانه الروح دي لا يقابلها نفس الروح. مظبوط. هما فنيين بس هو كل واحد بيهتم، زي ما النهارده الراجل بتاع الكاميرون الكابتن بتاعهم فينس قال ان الفرقه بتاعته مغلوب 3-0 وبعدين 3-3. الماتش بتاعنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك كل لعيب بيلعب لنفسه. اوكي. وبعدين طبعا لما تلعب لنفسك خلاص انتهينا، انما كل لعيب في النادي في للاسف في المنتخب للاسف لكل ما هو رجوله كانت موجوده في الملعب. صح. وبص نلاقي الشناوي مش عايز يطلع، ابو جبل مش عايز يطلع، في خلال 48 ساعه بيلعب وهو عنده الضمه. ده دي حاجات شفنا قد ايه مش هتشوفها في منتخبات اخرى يعني. لا 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 لا. صح. وبعدين حتى شوف انت اللعيبه بتاعتنا ولله الحمد المظهر التسريحه الحلاقه. راجل جندي، راجل جندي رايح عشان يؤدي واجبه اتجاه بلده. مع احترامي طبعا الناس اللي بتبقى عامله كل واحد حر. بس انا ببقى شايف نفسي اكتر. حضرتك شايف باصص لامور معينه وحاجات معينه. انت بتلاقي اللعيبه تلاقي ميسي ولا مفيش بيهتم بالجوهر. الكوره انا بسعد 6 مليار. فدي ناحيه ادبيه. طبعا. فطبعا بكره انا بشوف ان احنا تشكيله سيبك من الارقام يا كابتن والحاجات اللي بتتقال. انا طبعًا بقول طبعًا ان احنا نتفوق على السنغال بمنتهى البساطه يا رب باذن الله تعالى. تشكيله يا كابتن من وجهه نظرك، تشكيل منتخب بسرعه كده. والله طبعا ابو جبل ابو جبل باك رايت. مين بقى؟ امام ولا زيزو؟ لا ولعب بامام. هو لازم الجبهه اليمين ناحيه ماني لازم يبقى فيه بالظبط عنصر قوي. انا بشوف ان ممكن يبقى بيلعب بزيزو وعمرو السوليه، او اسف زيزو باك رايت، امام عاشور تقصد؟ امام عاشور ويبقى جنبه عمرو السوليه اذا هو يعني سليم. لو الاربعه اللي ورا تقصد امام عاشور فتوح الونش. ايوه الونش عبد المنعم. محمد عبد المنعم تمام. امام عاشور حلو. ده الاربعه اللي في وسط الملعب. النني الثلاثه، نني عمرو السوليه وحمدي فتحي. تمام. وحمدي فتحي بيسقط ما بين السرد باكين. تمام. وبعدين محمد صلاح، محمد مرموش ومصطفى. هو ده يعني التشكيل اللي هيلعب. يعني وحتى البدلاء اللي هو هيغيرهم برضه ايمن اشرف وزيزو والمجموعه دي. ما يلعبش بايمن اشرف يا كابتن ويحط محمد عبد المنعم باك رايت؟ لا، ويلعب محمد او ايمن اشرف يلعب جنب الونش. مش عدلته يا كابتن. مش عدلت عبد المنعم بس عشان يقفل على ماني شويه.
هيبقى افضل تيالي من امام عاشور. لا ده الاخطر اللي هو بيقطع ادريس يسار. اللي بيقطع ما بين السردباكين، لان المنيبي لما بيخش بيروح قاطع. انت حضرتك وجهه نظرك لا يخلي الاثنين الثنائي لاعب احلى ثلاث ماتش. الماتش اللي فات مين اوف ذا ماتش؟ مين محمد منعم. لا ما حركوش يا كابتن، حركوش من مكان. خلاص هو والونش في تفاهم ومسكوا ثلاث فراوده على ثلاث منتخبات في تفاهم وفي انسجام مع ابو جبل كمان. يعني امتى بيطلع وامتى يعني يؤدي مع حمدي. فطبعا دي العناصر كلها مهمه جدا. بس هي جبهه. وبعدين ماني فيه برضو اطمن الناس شويه، ماني بيحب يمسكها زياده شويه، فعايزه واحد بينقض مجرد بيمسكها ما بيدلوش فرصه انه يستلم ويروح عليه قبل ما تجيله يكون مخلص كل حاجه، مخلص قاطع عليه. عموما اي 11 واحد بكره ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونقدر نكسب يا رب ونبقى نحتفل. يا رب يبقى احتفال النهارده واحتفال بكره دي تبقى يعني مش كتير على الشعب المصري. لا يا كابتن، الشعب المصري يستحق. النهارده ثلاث ارباع الشعب المصري احتفل، احنا عايزين كل الناس بكره تحتفل ان شاء الله مره تانية. ان شاء الله. اشكرك يا كابتن والف مبروك. الف مليون مبروك يا كابتن، وشك حلو يا كابتن. ربنا ده حضرتك اللي دايما بنستفيد منك ووشك حلو علينا في كل حاجه. ربنا يكرمك يا كابتن. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن عادل طعيمه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا زي ما حضراتكم شفتوا طول النهار. وبكره الصبح بالمناسبه بعد شويه يعني الساعه 10 الصبح في برنامج 10 الصبح عندنا مفاجآت كثيره جدا، ما قدرناش نخلص كل حاجه النهارده، فهسيب حضراتكم مع علي لطفي وماذا قال علي لطفي بعد نهايه المباراه وفوز النادي الاهلي على مونتري المكسيكي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا موجود بكره مع حضراتكم على الهواء مباشره بعد نهايه مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب السنغال، ويا رب يا رب يبقى بكرة احتفال. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. أسيب حضراتكم مع فرحة علي لطفي بعد نهاية مباراة الأهلي ومونتيري وفوز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. مكملين علي لطفي. ده علي لطفي، هات لي بقى علي لطفي، لأن علي لطفي من اللعيبة بصراحة اللي كان عليهم ضغوط كبيرة جدا جدا. غياب الشناوي، تواجد علي لطفي، كانت موجوده الثقه من جماهير النادي الاهلي، وده لعيب دولي ولعيب منتخبات ولعيب كبير وحارس ممتاز. مبروك يا علي، ضغوط كانت كبيره عليك قبل المباراه، لكن مع ذلك خلال المباراه لعبت ماتش كبير جدا وشلت كوره بعد الهدف بتاعنا في توقيت مهم قوي خليتنا محافظين على الهدف. انا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم بحمد ربنا سبحانه وتعالى على المكسب بتاع النهارده، وبشكرك طبعا على الكلام الجميل يا امير اللي انت قلته، وبشكر زمايلي طبعا على الروح والاصرار اللي كانوا في الملعب النهارده. احنا قعدنا مع بعض كتير واتفقنا ان احنا ان شاء الله مش هنبخل اي نقطه عرق عندنا، فالحمد لله قدرنا نحقق مكسب ومكسب مهم، وان شاء الله دي اول خطوه، ولسه بدري ولسه في ماتشات جايه، فان شاء الله نقدر نحقق حاجه كويسه يعني. جميل. علي انا عارف العلاقه ما بينك وبين الشناوي علاقه ممتازه، اكيد الشناوي تواصل معاك قبل الماتش، احكي لي اللي حصل، الكواليس كانت ايه؟ لا اكيد طبعا الشناوي، حتى انا كنت بكلمه بعد الاصابه على طول، قعدنا نتكلم مع بعض شويه، وبعد كده هو كلمني قبل الماتش قال لي ان شاء الله تعمل ماتش كويس، الناس كلها عندها ثقه فيك وانا عندي ثقه فيك كبيره جدا، انت بتتمرن بشكل كويس وده حقك ان انت تكون موجود دلوقتي، وان شاء الله ربنا هيكرمك وهبارك لك ان شاء الله بعد الماتش. ان شاء الله الف مليون مبروك يا علي، منتظرين منك المزيد وان شاء الله تجيبوا لنا ميداليه حلوه ان شاء الله باذن الله. شكرا.